يا ابني العداد ده؟ يا سامي يا سامي قوم بسرعة الحق، قوم شوف المصيبة اللي حطت علينا، قوم. ايه يا زيزي في ايه يا زيزي؟ صحيلي ليه يا زيزي؟ حرام عليك يا زيزي. بتوع الكهرباء بره بيقولوا انهم هيشيلوا العداد، قوم. يشيلوه؟ يشيلوا العداد؟ نهار اسود. طب انا اعمل لهم ايه؟ تعمل لهم ايه؟ تتصرف، هيشيلوا العداد ونقعد في الضلمه، قوم. تصرف اعمل ايه يا زيزي؟ احنا بقالنا سنتين ما دفعناش نور. قصدك ثلاث سنين. اطلع يا اخويا قول لهم كلمتين ولا ظبط الراجل بقرشين. انت عايزه تفطريني يا زيزي؟ ما انا لو طلعت بره هضربه يا زيزي. بقول لك ايه؟ خليهم يشيلوه وانا بوصل لك اي سلكه من اي عمود. هتسرق كهرباء من الشارع؟ امال اسرقها منين يا زيزي؟ يلا دخل. طب بقول لك ايه؟ ربنا يهديك، اطلع كده كلمهم كلمتين حنن قلبهم، خليهم يقسطوا المبلغ اللي علينا ولا اديهم منه حاجه. يلا يلا ليه، ربنا يهديك. يلا يا اخويا. ايه العكنانه دي بقى على الصبح؟ انا عملت كده كتير يا زيزي. بصي خدي 15، خدي اديهم ال 100 جنيه دي من تحت الحساب ومشيهم. 100 جنيه يعملوا ايه؟ ده احنا علينا 4000 جنيه. وانا قلت لك، قلت لك ايه؟ بلاش يا اخويا سخان الكهرباء، ما سمعتش كلامي. بلاش سخان كهرباء يا ولية، انت مجنونه؟ انت عايزه تموتي من البرد انت وبنتك يا زيزي؟ وبعدين اجيب لكم فلوس منين يا زيزي يعني؟ اسرق في رمضان يا زيزي؟ هات هات، ما هو اللي يربط في رقبته حبل، الف مين يسحبه؟ اسحبي يا اختي اسحبي، ده انت تسحبي مال قارون كله يا زيزي، ولعلمك بقى لو سالتني في فلوس تاني انا اللي هشيل العداد بنفسي. بقى خلينا نكمل صيامنا بقى. يا ساتر. ايوه جاي. يلا يا ابني خلص. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا اخويا، في ايه؟ عليكم 4000 جنيه كهرباء متأخرة. 4000 ده كتير قوي. طب بص يا اخويا، أنا معيش في البيت غير 400 جنيه دول. خدهم خليهم معاك، وأنا بعد أسبوع إن شاء الله هدبر لك بقية المبلغ. يا ستي أنا ما ببيعش الكهرباء، وقطعنا النور قبل كده، وحد وصل سلك وما رضيتش أعمل محضر، فلازم نشيل عداد دلوقتي. تشيل عداد ده إيه؟ دي مصيبة. يعني أنت يرضيك أقعد في الضلمة؟ وبعدين يا اخويا احنا في ايام مفترجه، الله ربنا يفرجها عليك. قول لي انت عامل ايه؟ ما ينفعش يا ست، لازم تدفع المبلغ كله على بعضه. ادفع منين؟ ده انا جوزي لسه ميت ومعيش ولا مليم. مات؟ مات امتى؟ مات من اسبوع. والله ما حد عالم باللي جواي، مات وسابنا وما سبناش ولا مليم. والله ما حد عارف النار اللي جواي يا اخويا، قول لي انت عامل ايه؟ الباقي في حياتي. حياتك الباقي؟ طب خد يا اخويا، خلي معاك ال 400، وانا صدقني اول ما تجيلي الفلوس بتاعه الخارجه والدفنه هسدد لك الباقي. خليهم معاك يا ستي، واحنا هنأجل التنفيذ اسبوع. خلاص يا خليل، ما تعملش حاجه. الله ربنا يكرمك. الله يخليك. سلام. الله ربنا يسعدك. الله ربنا يسترك. سلام عليكم. سلام. الله يكرمك. الف سلام. يلا يا خليل، ربنا يكرمك. موتتي يا زيزي؟ موتتي جوزك؟ اه موتك وخدت عزاك. كويس، بتعاتى عليا. طيب جالك النور يا اختي، اخش انا بقى اكمل الموت. تكمل ايه؟ جرى ايه يا راجل؟ وانت ما عندكش دم؟ هو اللي زيك المفروض ينام؟ مش احسن تقعد تفكر كده هتتصرف ازاي في المصيبه اللي احنا فيها؟ الراجل مدينا مهله ايه؟ اسبوع يندفع الفلوس هيقطع النور وياخد العداد. طيب يا زيزي، ده لسه بدري قوي، ده اسبوع بحال، ويا مين عالم بقى نعيش ولا مش هنعيش. هات ال 100 جنيه. 100 جنيه بتاعت ايه؟
اللي انت صحتيني من النوم وخدتها مني. طب والمصحف انت شايفه يا سام؟ ايه يا زيزي؟ مش معاك 300 جنيه؟ ده غير اللي انت مكرمشاه على جنب. عايزه تاخدي ال 100 جنيه بتاعتي انا ليه وتسيبيني ب 15 جنيه؟ هاتي. لا دي ما بقتش عيشه، يا راجل ارحمني، في ايه؟ هاتي ال 100 جنيه يا زيزي بدل ما اطلع اقول للراجل اللي بره ده يا عم الست دي كانت بتكذب عليك ولا جوزها اهو حي ارزك. طب وحياتك لتنزل، انزل له ده نفسه يشوفك، بس ما تنساش يا اخويا تقول له ان انت صاحب العداد. يا خبيثه. علي النعمه انت بنت خبيثه. المغرب فاضل عليه قد ايه؟ لسه بدري، فاضل لك 4 ساعات. يا 4 ساعات. ده الواحد ظهره اتدغدغ من كتر النوم. نمت عليك حيطه يا بعيد.